ولمزيد من النقاش حول الانتهاكات داخل المعتقلات في ظل تعطيل الحكومة إصدار قانون العفو العام، تنضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. أهلا بك. عشرات المعتقلين قضوا تحت التعذيب في السجون الحكومية خلال السنتين الماضيتين، بماذا تفسرين تزايد هذه الظاهرة؟ القتل المتعمد لمعتقلين، بعضهم ثبتت براءته، بعضهم بقيت له مدة قصيرة للإفراج عنه، وهكذا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لجنابك والمشاهدين الكرام. قانون العفو العام موجود حسب الاتفاقية اللي نصت على وجود بعض البنود، منها البنود المعروفة، من ضمنها قانون العفو العام والإفراج عن المعتقلين. وجود العديد من الأسماء المعتقلة، بما يقارب 60,000 معتقل داخل السجون العراقية، هي حسب قانون 4 إرهاب، هذه الأعداد المهولة موجودة وقابعة تحت السجون العراقية، لكن ليس هناك محاكمات، خلينا نقول محاكمات عادلة. أغلب هذه المعتقلين لا يوجد لديهم ملفات، ما يقارب 30% من هؤلاء المعتقلين ليس لهم ملفات أو ليس لهم وجود أساسا في هذه المعتقلات. إذن أين هم؟ والله يعني حسب التقارير الموجودة وحسب الرصد، أغلب هؤلاء المعتقلين الله يرحمهم نقول تم تصفيتهم، لهذا احنا نشوف هناك تلكؤ في قانون إقرار قانون العفو العام لهذه الأسباب. نعم. لوجود نسبة من المعتقلين ما موجودة لهم ملفات أو تم تصفيتهم أو يعتبرون من المغيبين أو هذه كلها حجج والتبريرات، أو هي الأسباب الرئيسية خلينا نقول لتلكؤ أو عدم إقرار هذا القانون. نعم، بحسب اللجنة القانونية فإن الحكومة لم ترسل قانون العفو العام كما هو واضح إلى البرلمان، ولا توجد مباحثات بشأنه. ما هو دور مجلس النواب واللجنة القانونية في دعم هذا المسار، مسار أن يعني يطرح القانون، يناقش ويقر، ويتم الضغط على الحكومة من أجل تنفيذه؟ ذكرت لك أنه مسألة العفو العام هو القانون متداول في أروقة مجلس النواب، لكن بالحقيقة الأسباب اللي ذكرتها قبل قليل هي التي أبعدت، ولا زالوا يحاولون إيجاد صيغة للعفو العام بدون ذكر هذه الأسماء اللي ذكرت لك إياها، اللي هي عبارة عن 30% من نسبة 60,000 معتقل حسب المراصد الحقوقية الموجودة. هذه الأسماء لابد أن يجدون صيغة للخروج منها، لأنه بالنهاية هم راح يكونون إذا أقر هذا القانون سيكونون بمواجهة فعلية مع ذوي هؤلاء المعتقلين، فلابد من إيجاد مخرج معين. ولا أعتقد حقيقة، لا أعتقد أنه سيتم إقرار هذا القانون وتستمر المماطلة والتسويف تجاهه. نعم، طيب، يحصل ذلك عدم تمرير القانون، عدم الاهتمام به، يحصل في ظل يعني إعدامات متتالية بفعل الإهمال، ورغم ثبوت البراءة كما أشرنا في البداية. هل تعتقدين بأن هناك منهجية وتعمد في استهداف المعتقلين والسجناء بهذه الطريقة؟ وقع المسؤولية الأولى والأخيرة هي على القضاء. القضاء اللي يملك الأوراق التحقيقية، لكن القضاء، ولا أعمم هنا، لكن القضاء العراقي تحديدا مسيس، القضاء اللي يطلق سراح الفاسدين اللي تثبت عليهم التهم وقضيتهم قضية رأي عام، ويطلق سراح القتلة اللي قضيتهم قضية رأي عام، ويحكمون على المعتقلين بتهمة
4 إرهاب على مخبر سري، أو قد يكون على يعني أي تهمة تلصق بهؤلاء من مناطق معينة من مكونات محددة بتهمة 4 إرهاب، ويتم تصفيتهم أو اعتقالهم أو تغييبهم بشتى الطرق. هذا القضاء يحتاج إلى إعادة غربلة حقيقية لتحقيق التوازن، فلا يعدم ولا يحكم ب4 إرهاب أو سجن بريء، ويطلق سراح الفاسد والخائن والقتلة. نعم، من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي، شكرا جزيلا لك.